تسمع كلامها. تعتدي نظرة ليما وخلا لا رغبة لي في الطعام. وقالت أنا الغذاء الأساس، يأكلني أنا طعام كل الناس، يأكلني الفقير الصغير والكبير، ويحبني الغني والفقير. خرجت البيضة وقالت أنا عروس النائلة. خرجت البيضة وقالت أنا عروس النائلة بالصحة والفعل. أنا الغذاء الكافي، أنا الدواء الشافي، مني تحمي الخيول وتصير كالولود. رسمت الخضار في السلة وقالت أفيد الطعام يكبر الأجسام ويقوي العظام ويجعل مثل الوجوه جميلة مثل الورد. وعندها تحرق القبلة الوالدين على الخد. ميران زقف لميران الأول جيم، رام الأول باء، يوسف الأول ألف، أسامة من الأول ألف، سميح اللي كانش يحب يأكل فطور من الأول صالح، صالح بدور سميح من الأول جيم، آدم من الأول باء، نورهان من الأول ألف، سبيل من الأول باء، غنى من الأول باء، أليم من الأول جيم، وأسعد من الأول جيم، ونور من الأول ألف. تسبحون تحت حار. معلم نسرين.
حتى كمان طلاب الروابع رح يقدموا لنا إشي كتير حلو.